بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا على أقسام النجاسة، الفقرة من أولها. تقسم النجاسة إلى قسمين، غليظة وخفيفة. فالنجاسة الغليظة كالخمر، الخمر سبحان الله نجاسة مغلظة، يعني إذا في بينزل على أواعيك نقطة خمر، بسم الله، إذا بمقدار 10 ليرات أكبر منها بشوي إزالتها أي نعم واجبة، والصلاة معها تكره كراهة تحريمية، يجب إعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا. ويجمع أيضا هون نقطة هون نقطة هون نقطة هون نقطة، بنجمعهم قديش بيطلعوا. إذا أقل قد النص ليرة قد الربع ليرة إزالتها سنة، بصلي معها بصح الصلاة مع الكراهة التنزيهية، يعني للحلال أقرب. كالخمر والدم المسفوح، الدم المسفوح يعني إذا كان نقطة دم هالقد هيك ما بيساوي شيء، أما إذا كان نزل الدم بمقدار حرف الألف نقض الوضوء ورجع ردنا نفس الحكم أنه أكبر من 10 ليرات بشوي. أما الوضوء إذا نزل بمقدار حرف الألف. ولحم الميتة ايضا، اي نعم. هلا عم يقولوا انه في مطاعم عم بيكم شو فيها لحم انت لحم ميته. انا كنت بالقرى عندهم بيربوا جاج، فمره جاي تاجر من الشام يشتري جاج من عندهم باعه، ففات صاحب المدجنه لجوا على البيت، طلع لقى انه التاجر عم يحمل جاج ميت، فات جاب الروسية وطرق كم طرقة فوق راسه وجمده بأرضه، قال له كل شيء حملته جاج ميت كبه. يعني في ناس لا بتحرم ولا بتحلل وبيصلوا معنا، بيقول لك كل شيء لحال، الدين لحال والبيع والشري لحال، منين ساويته كل شيء لحال؟ لحم الميتة ما بيجوز الإنسان ما بياكله إلا إذا اضطر، يعني أشرف على الهلاك أشرف على الموت ساعتها إذا أكل، وبيأكل بمقدار بس ما يمسك على نفسه الحياة، مو بيتم يأكل ليشبع. لحم الميتة، فإلا مطرح ما كنت أنا، إيه نعم، ففي بوفيهات مفتوحة جبنا على الفطور، جبت إيه نعم سندويشة فيها جبنة أشقوان محطوطين كلاتهم على الصينية، بقى بتفتح بتشوف شو بدك تأخذ. زوجتي فتحت أخذت مثل حكايتها تمام، طلعت مرتدلة ولا يمكن تاكله، ما بنعرف لحم شو. نحن المرتدلة هو ما عم ناكلها، نحن ناكلها هني. فلذلك الإنسان نعم هنيك، يعني أولادنا بالغربة كثير عم يتلبكوا بموضوع اللحم. وإهابها الجلد قبل نعم الدباغة اسمه إهاب، بعد الدباغة اسمه أديم. لذلك إذا كان إنسان مثلاً عم جاب جلد قبل ما يدبغه في الرطوبة، هي الرطوبة نجسة. نحن أهلينا كنا يوم يدبحوا ذبيحة كانت الناس كلياتها عندها جلود بالبيت، والجامع كانت تلاقي هيك أول صف وثاني صف كله جلود مشان يدفى الزلمة. هلا ما شاء الله وكانت تدفئات مركزية وكذا وشغل دودلان، فيجوا اهلنا بعد الذبيحه ينشروا الجلد على الحيط، يدقوا له مسامير، تصير ريحه البيت بتقتل، يعني ما انه ايش يعني تخلص. وبول ما لا يؤكل لحمه، يعني كل شيء لحمه ما بيتاكل بوله نجس. ونجو الكلب ايضا اللي يخرج من الكلب نجس. ورجيع السباع ايضا السباع اللي بيخرج منها نجس. حتى حليبها نجس، لأن الحليب يتولد من اللحم واللحم نجس. هنا ولعابها أيضا ريقه للكلب وريق السباع نجس. القطة ريقها مو نجس، القطط موجودين ببيوتنا، فبيجي اللي عنده قطة بصير تلحس له إيده هي قاعدة لصاحبها. هنا
فالقطة هلا إذا القطة شافت كاسة مي شربت منها، إذا المي جاي وعندك مي كب الميات، أما إذا المي مقطوعة ما في كراهة تشرب الميات. إذا في صحن أكل إجت قطة أكلت منه، إذا ما عندي أكل ساعتها إيه نعم باكل الصحن باكل القطة معها إذا ما في أكل. أما إذا في أكل هذول ما عاد يصح إنك تأكله. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لعاب السبع نجيس. ابن بنان شيخ بمصر، الشيخ هذا نعم سبحان الله كانت المشايخ في مصر يعني في القديم في دول العالم كلياتها كانت المشايخ مشايخ، ايام ما كان الدين دين. هلا الدين يلي بين ايدي العالم كل واحد عامل دين لحاله على كيفه، هاد بيقول لك اخي هيك الدين ما بيصير، هو راسم دين لحاله شغال فيه على كيفه. فابن بنان كان في زمن المملوكي ابن طولون، ابن بنان شيخ كبير في السن شايب، رأت عيناه الآخرة كما رأت الدنيا. لنحن متى ما صرنا بهالسن هذا منعيش مع الآخرة، يعني الدنيا قليلة حتى نشتغل فيها، يعني نسهرت بشوف الجنة والنار، ونقعدت بشوف الجنة والنار اي نعم، وإن خاطبت الناس براقب الله سبحانه وتعالى خاطب رب العالمين. ولا لما الإنسان كان يعني شاب صغير ولو شيخ وشاب صغير فبتلاقي مو مثل حكاية الشيخ الكبير، لأن الناس تقبل الحكمة من الشيخ الكبير أكثر. أنا بنتي كانت تدرس معي تدرس قرآن كريم، سلمتها حلقة النساء الختائرة مشان تدرسهم، ختائرة ما بيقبلوا شاب صغير يدرسهم يكون شيخ عليهم، بدهم واحد من جيلهم. فأجت حرمة قالت لها لبنتي، قالت لها أنا شايفة منام رعبني، قالت لها بنتي شو متعشية؟ متعشية بالظاهر تسقي أو فول أو كذا. زعلت المرأة نقرقت، يعني لأنه العامي شو أسئلته، يا منام يا طلاق يا هاي شو قلته العامي. فأجت قالت لي هيك هيك أنا سألت بنتك وقالت لي إنه شو متعشية لحتى شفت هيك منام. فبيعرفوني أهل بيتي أنا ما بقبض المنامات كلها، يعني مش واحد من اللي شفت النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤية، هو صلاة ما بيصلي، هو وضوء مو راكز. شيء بالشيء يذكر كان في واحد بنته حردانة، احنا مشان نصالحها هي وزوجها اي نعم، اخذوني معهم كبار الضيع وفتنا عليه بمكاري وقعدنا عنده وقعدت حاكي انا قال الله وقال رسول الله وكذا شيء ساعة، طلع على لساني شعر، افتكرته فهم علي يعني، ناله شو حجي؟ ما مشي الحال. لا يا حجي بنتك هي، نحن جايين مشان بنتك، شو احنا حن على بنتك منك انت؟ انت لازم تكون حنون عليها. قال ما برجع، صار لها 7 سنين كانت حردانه، قلبت مثل الوتد، عندها 4 5 اولاد، وجوزها مسكين كمان نحف، بده مرته واولاده، وهذا الزلمه لا. قال لي بتعرف مين اجى قعد محلك وما رضيت ترجع له زوجته للزلمه؟ قلت له مين يا عم؟ قال لي الشيخ عبد العزيز ابا زيد. قلت له سيدنا الشيخ عبد العزيز ابا زيد اجى قعد هون وما رجعت بنتها؟ قال لي لا. قلت له قديش شفت ناس واطي ما مر علي اوطن منك لبعيد، يخرب بيتها يقوم ولا نقوم لك. اذا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان يجي على الشام كانوا يقدموه بالمعاهد الشرعيه يقولوا بقيه السلف الصالح، بيجي لعندك على البيت قلت له ما بدي. هذاك اليوم كان في مشاجرة وواص على بعضهم وكذا، اتصل علي نعم ضابط قال لي بدنا نصالحكم وكذا، نصالح الجماعة مع بعضهم، لأني سكتت ما عجبني الحكي. قال لي أنا ابن شيخ عشيرة ونحن بنصالح الناس مع بعضها، قالوا خلص طالما ابن شيخ عشيرة بيصالحوا الناس نحن حاضرين، لأنه اللي بيصالحوا الناس مع بعضهم لازم إنك تجي معه، يعني مو تجي تقول له ما في. والله فزيت بدي يمشي، قال لي شيخ؟ قلت له نعم. قال لي انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا،
قلت له أبو جهل شافه شخصي وراح جهنم. شو يعني إذا شفته بالرؤيا؟ بدي عملك. شو بدي بالمنام؟ بجوز تكون كذاب، بجوز تكون صادق، بس عملك ما بيورجيني إنك فعلاً شايف سيدنا النبي، محترم تعاليم سيدنا النبي. مضت الأيام شفته قدام مديرية الأوقاف، لكن نسيته أنا، ما بيتم ببالي حدا. سلم عليه مباوسة، سلمت عليه معانقة، أهلا وسهلا. قال لي بس شيخ مالك حق تصغرني قدام العالم. قلت له قال لي منو أنت أول؟ لا أعرف ليش صغرتها. قال لي بقول لك إنه أنا شفت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤيا. قلت لي أبو جهل شافه شخصي وراح جهنم؟ أيوه. قلت له أنت أبو فلان؟ مضيع على فلانية. قال لي مضبوط. قلت له والله أنا عرفانك ما سلمت عليه. أيوه. قال لي بدي أعمل عزيمة، وكل مين كسفته وما قبلت جاهته بدي أعزمه. قلت له ما خسباتها، تعزمنا نجي ناكل عندها. مفروض لو قبلت جاهنا عزمتنا منجي، أما ما قبلت جاهنا وجاي تعزمنا، مين بده يتغدى عندك؟ ما حدا بياكل عندك، روح نلعب. اي نعم. فسبحان الله. اي نعم. يعني الإنسان الرؤية هي الرؤية الصادقة جزء من 70 جزء من النبوة. بس معظم اليوم واحد بيقول لي شفت السماء شقت نزل نور. يا إلهي، السماء شقت نزل نور. بده قديش أركان الوضوء؟ كم ركن له؟ ما بيعرف. الصلاة كم ركن فيها؟ ما بيعرف. أي سماء لي شقت وأي نور نزل وأي هنا. كانوا الناس يقولوا قال إنه ليلة القدر تنفتح السماء بينزل عليك نور من السماء. ليلة القدر لا نور بينزل ولا من يحزنون. فهي ليلة تنزل على الناس كلياتها، يلي بيكسبها بالعبادة يكسبها. فكانوا يحسوا انه واحد انشقت السماء ونزل نور بده يدعي. قال يقبرني الله قام مات. قال يقبرني الله قام مات. اي نعم، أبر الله. فهون اي نعم، لما فات ابن بنان على ابن طولون، ابن طولون كان ظالم، كان حاكم ظالم. فالناس بيدفشوا المشايخ. شيخ حكوا لكم كلمة حق. شيخ شو بكم ليش ساكتين؟ متى ما الشيخ مسكين تهور وحكى له كلمتين وصار ببيت خالته. نعم. شو بيقولوا الناس؟ مين قال له يحكي؟ مين قال له يحكي؟ فدهوروا الشيخ أحمد بن بنان، راح لعند ابن طولون. من خاف من الله خاف منه كل شيء، ومن لم يخف من الله خاف من كل شيء، خوفه الله من كل شيء. فيوم فات ابن بنان على ابن طولون، ابن طولون ارتعم، فجاب المصارعين وقفوا حواليه، وعنده سباع حطه اي نعم جنب منه، صارت السباع تزأر، مجنزرة السباع. فات ابن بنان لا شاف مصارعين ولا شاف سباع ولا شاف حدا. قال له اتق الله يا ابن طولون، لقد ظلمت الأمة. قال ويحك في وجهي؟ فقال له الله سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد أنه نبين للناس حكم الله وما نكتمه. حطوه بالسجن، حطوه جوعوا 7 يوم حتى صار يسمع زئيره لخارج قلعة القاهرة. قال له ابن طولون هلأ فوت 7 على ابن بنان. اختيار عايف حاله يعني 7. اي نعم، ما في داعي يتصارع هو وياه. قال له اي نعم، ساعة زمان بتجيبوا لي تقرير شو صفى من الشيخ. فوتوا 7 على ابن بنان. بعد ساعة اجى عند ابن طولون، قال له شو صفي من الشيخ؟ قال له سيدي الشيخ ساجد والسبع عم يدور حواليه عم يحميه. الله. قال له على الحالي ما اكلوا؟ قال له ولا قرب عليه. جيبوا لي ابن بنان. جابوا مخولة حديد وبلشوا ايش بقى يدفشوا 7، سحبوا الشيخ، سكروا على 7، جابوا له عند ابن طولون. قال ما كان شعورك يا ابن طولون حينما ادخلوك على 7؟ احكي لي شو صار، يعني انتقضوا ضوءك من الرعبه لما اي نعم، شو صار فيه؟ قال والله ما خفت الا ان يلعق ثوبي بلسانه لان لعابه نجس متولد من لحمه. قال افتكر انه اي نعم ينجس ثيابه. كانوا حاطين على التواصل الاجتماعي في اي نعم، كانوا بالطياره
نسيان الكابتن الطائرة الميكروفون مفتوح، فالناس قاعدين، وإذ صرخ الكابتن من جوا: يا لطيف يخرب بيتكم، لك رحنا فيها، لا إله إلا الله. عم الناس جمدوا من الرعبة. بعدين قال لهم: لك شو نسيانين الميكروفون مفتوح؟ قال لهم: لك المضيفة رمت كاس الشاي على أوعي، حرقتني بالشاي، والبنطلون الأبيض تبعي نعم يعني انتزع من الشاي. فز واحد من الركاب قال له: على أبوك، على أبو البنطلون تبعك. إيه تعال شو بنطريننا نحن، شو صار فيها من قدام ومن ورا. بني آدم إذا ارتعب بينتقد وضوءه، شنو يعني؟ ورجيع السباع ولعابها نجس. وخرق الدجاج والبط والإوز لنتنه. هلا الدجاج والبط والوز يؤكل، بس أما الشيء اللي بيطلع منه نجس نتن، لأنه وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان. يعني اللي نعم اللي بيطلع من بدن الإنسان نجس. هلا اللي بيطلع منه الإنسان عمل القيح، هذا دم خربان هنا. وأما الخفيفة فكبول الفرس، الفرس يؤكل. عند أبو حنيفة كره لحم الفرس لأنه آلة الجهاد إلى يوم القيامة، بصح أكله لكن يكره. أما عند بقية الأئمة كلياتهم يؤكل الفرس، ما في مشكلة. هلأ حمار الحمار العادي لا يؤكل، أما حمار الوحش يؤكل. الشعوب تتأثر بما تأكل. هلأ أجدادنا العرب كانوا يأكلوا لحم جمال، فلحم الجمل يقوي نياط القلب، والجمل أحقاده قديمة، جمل حقودي. فلذلك البدوي أخذ تارو بعد 40 سنة وقال: استعجلت. ما بينسى تارو، الجمل حقودي. فالعرب كانوا يأكلوا لحم جمال. سيدنا الشيخ محمود بعيون الرنكوسي رحمه الله تعالى كان يقول: يا ولدي كلوا لحم ديوك، لأنه الديك فيه نخوة. على الفراريج اللي عم ناكلها مو معروفة لا ديك ولا دجاجة ولا معروفة شيء. نعم مدري بكم يوم بيصير فروج. نعم بينفخوه بيطعموه أكل مدري شو بيطعموه كذا. نعم بتلاقي 45 يوم بيصير فروج. بينما تلاقي لما كنا كان في سوق العتيق نشتري من عنده ديوك ونشتري دجاج، وكانوا أهل البيت تلاقي شو في ناحية. لا إذا بتنزل الدجاجة مشان ينتفوا الدجاجة، لأن التافات الدجاجة إذا بينزلها بمقدار ما تتحلل المسامات تبعها صار النجس، ما عاد يؤكل. بده الإنسان ينزله ويطالعه دغري شوي، يعني بخليه شوي بيطالعه بمقدار، بس إيش يعني انه الريش يتشتش شوي بس، ما يصل اللحم لجوا بتنجس. فكان يقول: يا ولدي كلوا لحم ديوك، ديك في نخوي. مرة نعم جابوا ديك دقوا له لحم خنزير وطعموه، ما عاد في عنده نخوي. فوتوا له ديك تاني على الانت بقى، كل ما هالديك التاني نعم يجوز جاجة من عنده هذا الديك يزلغيت، ما عاد في لا نخوي ولا عاد في شيء. تأثر باللحم اللي عم يأكله. إيه لا الأجانب بيأكلوا لحم نعم لحم خنزير. أنا كنت صليح سيارتي عند رجل، فأجتمع مع ضابط مسيحي متقاعد، فكان يقول لي إنه نعم يروح على جزيرة قبرص، يفوت لهنيك يقعد عندهم فيقدموا له لحم خنزير. يقول له: ما بناكل. يقول له: انت مسيحي؟ يقول: انا مسيحي شرقي، انا عايش بين مسلمين، لا في لحم خنزير ولا حدا بيربي خنازير ولا في شيء كذا، ما اعتدنا عليها. فيعني هالطعام هذا سبحان الله بتلاقي ايش يعني ما بيجعل له ذيك النخوه. نحن بناكل لحم غنم درويش نحن.
لا نسمع الكلمة. نعم. إذن وأما الخفيفة فكبول الفرس وبول ما يؤكل لحمه. نجاسة خفيفة يعني معفو عن ربع الثوب. إذا الفرس أو البقرة بولوا جنب منها تلوت ثوبك، نعم أقل من ربع الثوب تلوت، نجاسة خفيفة يصلى معها. مرة كان في واحد واقف على بالقول، اثنين تحت عم يغتابوا، أبو على أبو أهله على أبو عيلته على أبو، عم بول عليهم، يخرب بيتك ليش هيك سوي؟ قال له بالكتاب الفقه موجودين، أما يؤكل لحمه فبوله طاهر، وأنتم عم تاكلوا لحمي، قاعدين أنتم اثنين تحت نازلين فيني غيبة ونميمة، إي نعم، فالبول طاهر. نعم. وخرق طير لا يؤكل، يعني الطيور العادية ما في أي مشكلة. وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة. فالنجاسة الغليظة ذكرنا بأنه إيه نعم الدرهم أكثر من 10 ليرات بشوي، والنجاسة المغلظة الدم والخمر والغائط إيه نعم والبول وما دون ربع الثوب إيه نعم من إيه نعم أو البدن من الخفيفة، نجاسة الخفيفة. وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر. هلا اللي ببولوا على الواقف، فإذا كان إنسان بول على رخام على أحجار فالبول بيرجع لعنده بيطرش، بصير البنطلون عم يرصف رصف، بصير بيلمع، هذا الرصف معفو عنه. وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر معفو عنه. كانت الناس سبحان الله كلها ايش من يوم ما طلعت بناطرين صارت الناس نعم تبول على الواقف. البنطرون شو حكمه بالشرع؟ اول ما طلع البنطرون كان بدعه، لانه احب الثياب الى النبي عليه الصلاه والسلام القميص قلابيه، فكان لبسهم قلابيات ما كان فيها البنطرون. هلا انت اللي لابسين قمصان هلا نفس القلابيه بس مقصوصه، تلاقي ابه مثل ابتنا اي نعم، في تلاقي كل ابه شكل بتجي بالقلابيه، بس القلابيه قاصينها من نصها وبنطرون لابس عليها. لما كنت انا هنيك هلا اي نعم بموسكو كنت لابس اي نعم لبس شيشاني بنطرون وجاكيت، لانه يعني حتى تركيا مشايخهم ما بيلبسوا قلابية بيلبسوا شروال، وبروسيا هيك كمان إذا واحد لابس قلابية يقولوا زلمة لابس فستان، هذا يعتبر عندهم فستان نسواني. فلبسوني لبس شيشاني وهدوني بدلة تانية للشيشان إيه نعم صيفية إيه نعم، قال واحدة للشتاء وإيه نعم واحدة للصيف، رحلة الصيف والشتاء حتى الشتاء والصيف. نعم. إذا مسائل قديش صار الدرس؟ صار وقته 25 دقيقة بس. نعم. ولو تل فراش عنا ولد صغير بنايمينه بول على الفراش. نعم. أو تراب نجسان، البلل نجس من عرق نائم، أو بلل قدم. لا تلاقي كثير يعني ناس تجي على الجوامع تلاقي الواحد لابس جرابات، جرابات معسلة، بيجي بيوقف بالصلاة بيمشي، بتجي أنت بدك تصلي قلت له تجي أنت بدك تصلي، بيجي وجهك مطرح ما كان هو داعس إي نعم، بقطع نفسي أنا، بيقوم الإمام بيطول بالسجود، الإمام إي نعم بيخشع وأنا أطلع روحي اي نعم، والامام كاي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، لكن انا اختني يا زلمه سبحان ربي الاعلى، احيانا بخلص اي نعم. شو هذا شو الشهيق هذا؟ شميت كل شيء ريحه امتانك، كانت مجربات العالم
احد المشايخ فات على المدرسه الشرعيه شلح جرابات بلش يضون على الطاوله يطلع منهم غبره. شو اللون؟ هي كلها من الجوامع شيخي. يعني حكي الطلاب شيخي هي كلها من الجوامع. فسبحان الله يعني مره كنت بمكه المكرمه فجنب الكعبه ايام الحج ما بيفصلون عن بعضنا النساء عن الرجال. شو بدهم يفصلوا؟ لا يفصلوا. اي نعم، ما في قرني حدا ينزل لتحت. فبنسجد كون جنبك امراه قدامك امراه. كانت امامي امراه، اي نعم سبحان الله. كشيت لورا 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 هيك مشان انه اسجد. هي اخذت راحتها، مدت رجلها جراباتها مبلولين. لكش بدني انا. اي نعم، طار الخشوع وطارت الصلاه وطارت الدنيا. مرة ابني كان بالجامع حاطت بخور، ففاتوا شباب سلفية قالوا ليش حاطين بخور؟ يعني في لأنه مقولة عند الناس من وادي البخور بيجذب الملائكة بيطرد الشياطين، هيك في ناس بيظنوا. قالوا لابني ليش حاطت بخور؟ قالوا مشان ما شم ريحة جراباتكم. سكت هذاك ما عاد يلاقي جواب يجاوبه. يعني الزلمة تلاقي عنا بدك تطلع لعندي 660 درجة لتصل لعندي. وبهالصيف وبيصل الزلمة عرقان ريحة العرق تبعه غير شكل، وبيفوت بقى على الجامع لجوا. قصة إذا أكل حلبة، إي نعم، وتلاقي ريحة عرق لبني آدم، يا لطيف. من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا. يعني فراش نجس نمنا عليه عرقنا اختلط العرق مع النجاسه، اذا ريحه النجاسه اجت على جسمي معناتها بدي بقى شو اعمل؟ بدي اغتسل مشان اقيم النجاسه عن بدني. كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب، لا ينعصر الرطب لو عصر. هلا هاي الاحكام سبحان الله. مره كنت انا واخي بالسيران، كنا بجديد الشيباني، فنزل اخي على النهر. النجاسه لها ثلاث اثار، اللون والطعم والريح. فاذا ظهر اثر واحد ما بصح اتوضا من هالمي. سيدنا عمر لما نزل على بلاد الشام كان معه غلامه، فمروا على دير في برا بركه مي، فقال له الغلام لصاحب الدير، قال يا صاحب الدير هذا الماء نجس ام طاهر؟ فقال له سيدنا عمر يا صاحب الدير لا تخبرنا، نحن بنتحرى وبنعرف هالمي اذا ريحتها ريحه نجاسه او لونها لون نجاسه او طعمها متغير ما عاد يصح لنا انه ايش نتوضا منها. فقال لي اخي، قال لي يا ابا، قلت له نعم، قال لي المي هي نجسه؟ قلت له لو انك عم تدرس معنا انت عرفت شو حكمها. مره كنا قاعدين صلاه جمعه، صلاه جمعه ما بنساها بحياتي ابدا. هي الإمام على المنبر مدري شو إجا لباله، جاب لنا قصة. قال إجا رجل لعند أبو حنيفة قال له شو طعم الغائط؟ قام قال له إنه مر حلو وحامض ومر. قال له شلون؟ قال له حلو لأنه واقف عليه ناموس، وحامض لأنه واقف عليه دبان، ومر لأنه بيدوي. لك شو الكلام هذا ما له طعمين؟ لا حدا سأل أبو حنيفة السؤال، وبعدين ما بجيبها على المنابر هي. ويفزل لك شيء، ويفزل لك رجل كبير في السن كان عم يصلي على الكرسي قاعد، وبلش لك بالخطيب. لك قد ما ضحكت انا لحوع على طول. لك الشيخ طيب يا اخي تحمل ولا هلا شيخنا اللي على المنبر فكر حاله جاب قصه لا قبل ولا بعدها. الشيخ على المنبر يعني بده يعني يجيب كلام موزون، يجيب كلام تقبله الناس. بجوز بالدرس مثلا شيخه جاب هيك قصه ضحكوا له، اما على المنابر ما بنجيب هيك قصص ولا هيك سيار. على المنابر بدنا نخلع قلب العالم، بدنا نهز الامه. لا انا بمزح بالدرس بس على المنبر ما في مزح. على المنبر بدي اشحنك للجمعه اللي بعد منها. بتفوت هلا على خطبه الجمعه والله ما بيشحنني ولا ربع ساعه، ما بصدق امتى يخلص. كل شوي بيطلع على الساعة، عم شو قصته هذا؟ يعني ما ينزل بقى. حكوا لي عن شيخ تأخر شوي لحتى فات على الجامع، طلع على المنبر ساعة وربع خطبته، وكل شوي شو يقولون؟
إيه نعم سامحوني إذ أطلت عليكم. لك أخي ليش تطول من سامحة؟ إيه نعم ما في داعي ساعة وربع. هلا أنا خطبة العيد عندي 4 دقائق بخطب وبطلع. أنا ماشي بالشارع لسه هذا الجامع عم يخطب، هذا الجامع عم يخطب، بركب بالسيارة وبمشي لسه الجوامع عم يخطبوا فيها، ونحن خلصنا. من فقه الرجل قصر الخطبة، خطبة قصيرة. هلا بالجمعة العادية 10 دقائق، 11 دقيقة، 9 دقائق، فك الله يا عرب حاجة. إذا لما تعلم الأحكام هي ما في داعي اسأل. ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب، بس لا ينعصر الرطب إذا عصر. يعني إذا بنعصره ما بينزل منه مي، مثل حكاية الغسالات هي الحوضين بتنشف بس بيتم فيها إيش رطوبة للوعاء. ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه. لأن الأرض إذا كانت نجسة وصحة الصلاة عليها دون التيمم منها. ما كنت بالطيارة أنا بطبيعتي بصلي على الكرسي، صليت على الكرسي تحريت القبلة مبين درب الطيارة منين جاي باتجاه الجنوب. اي نعم فصليت قاعد دائما يا رجل تيمم على اي نعم على حرام. ما صح تيمم على حرام، مسح وجهه مسح ايديه مسح اجريه وضوء كامل. انا قاعد جنبه ما حكيته، لابس له الطيارين وصلى ما حكيته. خلص صلاة قال سيدي في مجال احكي معك كلمتين، يعني ما بتزعل اذا حدا نصحه؟ ما في غير راسي وراسك بالطيارة، لانه درجة اولى ما في غير ما احنا 2 قاعدين، فجوا 3 بيعدوا 3 هون 3 هون 2 بس ما في غيرنا. قال لي قلت له تيمم على هذا اللي تيممت عليه ما بصح. والامر الاخر يعني التيمم كله مخربص اللي عندنا، وصليت انا بدون ركوع ولا سجود ولا قيام، 3 اركان من اركان الصلاه تركت، وهي اركان الصلاه كلها 5، تركت 3. شو صفى عنا؟ قراءه والقعود. القعود بتجيبه لانك قاعد، والقراءه بتقرا انت قاعد وانت واقف. اليوم بدي صلي، تصلي بالمدخل، واقف بالمدخل. قال لي ما بحسن صلي، خلص انتهى الكلام بيني. طلع بيعرفني، قال لي اتفرج على الفيديوهات تبعتها. قالوا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. في ناس ما صليت، أنا صليت لكني عم صلي على حيل. أما لو أنه عم صلي بالركوع والسجود أو واقف في الكريدور بطرح ما بدمر ولا هذول صلي. مرة كنت جاي من الحج سيدنا الشيخ عبد العزيز أبا زيد رحمه الله تعالى عم يصلي بزاوية من زوايا الطائرة باتجاه القبلة عم يصلي، فانا ما انتبهت عليه وهو بالطياره. قلت له اي نعم بس يخلي الصلاه بدي اروح اشوفه اذا سيدنا الشيخ مشان اسلم عليه وقبل ايده. رحت وليته اي نعم سلمت عليه وقبلت ايده، الصلاه ما بتسقط. لذلك في ناس اي نعم سبحان الله بتلاقي لك بفوت على المستشفى بده يعمل عمليه ما عاد يصلي. لك ما تصلي، ما انت بحاجه لله سبحانه وتعالى اكثر من اي وقت مضى. انت بحاجه لله هلا. سبحان الله. دي صار الدرس 37، شو صفانة الدقائق؟ هلا على كل نحن رح نجيب كتاب المعرفة، كتاب معرفة في العقيدة. نعم هلا إن شاء الله بفوت واحد من الباب جايب لنا معه هالكتب، بيطلع عددنا بالجامع شي 150 وما أكثر. طيب إذا عديناهم نطير بركتهم.